حن احنا تكلمنا عن الإعلامية والمقدمة والكاتبة روضة يوسف اللي لها رأي في هذه المواضيع، وأستاذة روضة معانا الحين من خلال الاي تي في على الهواء في اتصال هاتفي من السعودية. أستاذة روضة يعطيك العافية. الله يعافيك، مساء الخير. مساء النور، الله يسلمك، سعداء ان انت معنا اليوم. سعيدة بتواجدك وانا كذلك. الله يحفظك. سمعتي اللقاء مع اروى؟ انا سمعت ان في مشكله وفي قضيه حضرتك رافعه، فنبي تشرحي لنا شنو الموضوع، شنو المشكله اللي صايره. اول حاجه احنا الان بنعاني من مشاهير بشكل عام، سواء كانوا من مواطنين او من المقيمين في البلد. للأسف المحتوى اللي بيقوموا به في سناباتهم ولا في السوشيال ميديا بشكل عام محتوى جدا سلبي، ويأثر على الثقافة العامة وعلى سمعة البلد. بالذات المقيمات، التربح الغير نظامي. أنا عاملة حملتنا اسمها التربح الغير نظامي. أيا كان هذا المشهور، سعودي أو مقيم، ما عندنا عنصرية احنا في الكلام ده. عدة جهات حتدخل معانا في هذا الموضوع، وانا اللي انا اللي بادرت بهذا الشيء لتحسين مستوى سمعه المجتمع السعودي وسمعه النساء السعوديات. مو عشان هي مشهوره وعشان يتابعوني ملايين، افتقد الملايين. بين قوسين المواقع الاباحيه للمؤاخذه بيتابعوهم بال 40 مليون وبال 100 مليون ومحتواهم هابط. زين سؤال استاذه روضه، شنو اللي الغلط اللي قاعده تسمى الله عدوك، شنو الشيء الغلط اللي قاعده تسويه اروى؟ انا بتكلم بشكل عام. اغلب المقيمات اللي عندنا في المملكه العربيه السعوديه ينتحلون شخصيه السعوديات، واحنا لو ما ضغطنا ولو ما عرفنا من خلال مصادرنا انه هذه مو سعوديه ودي مو سعوديه، انا بتكلم عن شخص معين، بتكلم بشكل عام. اغلبهم بينتحلوا شخصيه السعوديات، بيحاولوا شكلهم يكون شكل سعودي. وقبل كده في مشاهير يتكلموا بهذا الشيء. بنقول لهم لما تطلعوا في الاعلام قولوا انك انت مقيمه من هذا البلد، يعني الكل مرحب فيكي، ما في مشكله. اضافه الى تجاوزاتهم لنظام العمل والعمال، تجاوزاتهم لنظام التوطين، تجاوزاتهم لنظام الزكاة والدخل، تجاوزاتهم لوزارة التجارة، ما عندهم تصاريح وتراخيص الإعلانات، يعني في تجاوزات عديدة نظامية، ونحن لن نقبل من سعودي مشهور أو مقيم مشهور أن يتعدى على أنظمة البلد كائنا من كان. نعم. وحنحارب هذه الفئة اللي عندها محتوى هابط. أنا لما أكون بروغر ولا أكون مشهور ولا أكون إنسان بقدم قيمة للمجتمع، لا، المشكلة كاتبينهم في السناب جودة الحياة. جودة الحياة إيش؟ المادة اللي بتقدموها. نعم. إيش المادة اللي بتقدموها؟ أثروا على الأطفال، أثروا على المجتمع، شوه سمعة المجتمع السعودي، أساؤوا لنا كمجتمع خليجي. حتى عندكم هذا الشيء في الكويت حصل، وقبل فترة رحلتوا شخص لبلده. صحيح. لازم نعم. لازم يكون في حجم لهؤلاء المشاهير اللي طلعوا بالصدفة. وأنا أتوقع والله أعلم إنه شركة سناب شات بتختار هذه النوعية اللي محتواها هابط ومستوى متدني لتصديرهم للمجتمعات العربية لتغيير التركيبة السكانية والثقافة والقيم والعادات والتقاليد. نعم أستاذة روضة، خلنا أتفق معاش اتفاق. ما شاء الله، يعني واضح من كلامك ان انت شخصيه غنيه وفي مواضيع وايد نبي نناقشها. الوقت مع الاسف خلص، ايش رايك الاسبوع الجاي نعمل معاك لقاء من خلال السكايب عشان نتكلم عن هذه المواضيع بشكل اكبر، لانه واضح ان انت عندك رساله وفي عندك محتوى كبير لازم يطلع حق الناس. اوكي، اتشرف. بالعكس انا سعيد ان اعطيتوني فرصه ان اتكلم اليوم. والله احنا اتشرف بك وبقناه اي تي في الكويتيه، واحنا احنا واحد، احنا والكويت. صحيح. واحد. صحيح. فالاسبوع الجاي الجمعه القادم ان شاء الله اذا الله احيانا راح نتفق معاش على لقاء من خلال السكايب صوت وصوره. اوكي، شكرا. شكرا للاعلاميه والمقدمه والكاتبه استاذه روضه يوسف. انا